تفاصيل النشرة يواصل حجاج بيت الله الحرام اداء مناسك الحج بالاراضي المقدسة وتبدا غدا ايام التشريق الثلاثة التي يقوم فيها الحجاج برمي الجمرات الثلاثة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات وذلك بمشعر منى كان الحجاج قد انهوا اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى بمنى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك نحر الهدي والاضاحي كما ادوا طواف الافاضة بالحرم المكيه